السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين، ومرحبا بكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. قلق أمريكي من توسع عمليات صنعاء نحو المتوسط، وإلى التفاصيل. قال مسؤول دفاعي كبير في الولايات المتحدة إن اليمن يمتلك أسلحة يمكن أن تصل إلى البحر الأبيض المتوسط، مما يضفي بعض المصداقية على تهديدات اليمن لأنها تستطيع توسيع هجماتها على الشحن خارج حدودها المباشرة، وفقا لوكالة بلومبيرغ. وبحسب الوكالة، قال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته لمناقشة المحادثات الخاصة إن الحكومة الأمريكية تشعر بالقلق من أن قوات صنعاء قادرة على توسيع نطاق الضربات على الشحن خارج البحر الأحمر وخليج عدن إلى البحر الأبيض المتوسط. وتابع المسؤول أن الحوثيين لديهم أسلحة متطورة، وأن استخدامهم للصواريخ البالستية المضادة للسفن أمر غير مسبوق تقريبا. وتؤكد الوكالة الأمريكية أن هذا التقييم يأتي في الوقت الذي يجتمع فيه مسؤولون دفاعيون من الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي أمس الأربعاء في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وستسعى الولايات المتحدة إلى استخدام هذا التجمع لتحقيق المزيد من التكامل في الدفاعات الجوية والصاروخية، بما في ذلك تبادل بيانات الرادار وتطوير قدرات الإنذار المبكر. أشكركم على حسن متابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.